مسافة أسبوع هي المدة التي تفصل لبنان عن غرقه في بحر من النفايات بعد أن لفته موجة البياض التي خلفتها العاصمة زينة، وبعد موجة التفاؤل التي خلفتها الحوارات الثنائية. فالخلاف خلال جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف النفايات الصلبة دفع اللبنانيين إلى التخوف مما حصل، غير أن المعلومات عن اتصالات ومشاورات بدأت وراء الكواليس من أجل إيجاد حل خفف من حدة التخوف. فالأزمة نتجت عن اعتراض وزراء الكتائب على النقطة المتعلقة باختيار المطمر من قبل المتعهد أو الدولة، وقد أصدر حزب الكتائب بيانا يؤكد تمسكه بهذا المطلب ويعرض فيه وقائع الاتفاق مع وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار. ملاحظات حزب الكتائب وصلتنا تدريجيا يعني، وصلنا معهم يعني لنقدم لهم اقتراحهم، هن لهذا اقتراحهم أمام مجلس الوزراء، لعل في نوع من الليونة فيه نرجع لقينا أنه إما بدك تاخده مثل ما هو أو لا. فهون لازم يكون في نوع من شوية تسوية مقبولة. في مبادرات عم بيقوم فيها بعض الوزراء تجاهنا منذ ساعات قليلة لنشوف كيف ممكن تصير في حل حالي حول هذا الموضوع. نحن موقفنا بالمبادئ واضحة، عم نقول لهم اقترحوا لنا أي آلية أخرى بتشجع المنافسة المشروعة. اليوم اللي عم نشوف انه عم نترك المتعهد بايد الغول اللي هو يا اما نافذ المحلي يا اما المافيا المحلية يا اما ما بعرف شو، نقول له دبر راسك. مصادر مطلعة أكدت لتلفزيون المستقبل أن اتصالا جرى بين الرئيس أمين الجميل ورئيس الحكومة تمام سلام، كما أن الوزير جبران باسيل يقوم بمبادرة مع الكتائب لحلحلة الأزمة، كما تصب جهود الوزير بطرس حرب الذي التقى الرئيس سلام في هذا الإطار. وقد أشارت المصادر إلى أن الرئيس سلام يحاول مقاربة الأمور بإيجابية على الرغم من إصراره على عدم وضع أي بند على جدول الأعمال قبل البت بملف النفايات. وبالتالي بتوقع أنا أنه في مرحلة ما بهاليوم يومين يقدر نوصل لجلسة جديدة لمجلس الوزراء وتتم المعالجة لهذا الموضوع. نحن كل مرة بندعى فيها لاجتماع بمجلس الوزراء بدنا نروح، مش نحن اللي منقاطع مجلس الوزراء، لازم العملية ينعمل لها انضاج أكبر، وبالنتيجة فتح المجال للحوارات الجانبية. هذا اللي بلش بالفعل، وإن شاء الله نحن نطلع بكل إيجابية. وفيما يصر وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي على إقفال مطمر الناعم في 17 من الجاري، دعا حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله إلى عدم التمترس خلف المواقف، محذرا من أن هذا الخلاف سيأخذنا إلى مكان آخر ولا يستحق أن يعطل البلد.